حينما نتحدث عن الأغنية في منطقة التافيلات علينا ألا نفصلها عن مجالها الطبيعي ومجالها البيئي، لأنها هي امتداد لهذا المجال. الإنسان الواحي بمنطقة التافيلات يعني يهتم بالجانب الفني ويهتم بالطرب ويهتم بالموسيقى، وهذه الموسيقى رافقت وجوده زمانا ومكانا، ومن ثم لا يمكن الحديث مثلا عن مناسبة اجتماعية أو مناسبة وطنية يغيب فيها حضور هذه الأغنية الزجلية الشعبية لمنطقة التافيلات، لأنها تعبر عن الموروث الحضاري وتعبر أيضا عن المعيش اليومي وتحتفي بالجانب الإيكولوجي، لأننا نجد مجموعة من الأغاني تعبر عن يعني عن عودة الحياة إلى منبع مائي، أو ترتي يعني منبع مائي يعني نضبة إلى غير ذلك، كما يعني تهتم يعني وتؤرخ لهذا المعيش، تؤرخ لزمن المقاومة، وتؤرخ لعدة أزمنة، أزمنة الأعراس وأزمنة المناسبات الدينية وما إلى ذلك. إذن الأغنية الزجلية الشعبية هي تخرق متواصل هذا الكائن أو هذا الإنسان الواحي زمانا ومكانا، وتتعدد وتتنوع بتعدد يعني الواحات وخصوصيات الواحات، يعني إن كانت واحات توجد مثلا في العالية فلها أغاني معينة، وإن كانت في السافلة فلها أغاني معينة، والتراث الواحي هو متعدد، فيه مجموعة من في البلدي، فيه النمط القناوي، فيه نمط دوي منيع، فيه إذن مجموعة يعني هناك فسيفساء يعني غنائية وثقافية تعبر أيضا عن هذا التعدد الإثني والعرقي الموجود في الواحة، لأن الواحة هي متعددة الأعراق ومتعددة الثقافات ومتعددة، وكل هذا يشكل كوكتيل يعني يجب يعني أن نحافظ عليه، وأن إذا ما أردنا أن نحافظ على البيئة وعلى استدامة الطبيعة أيضا علينا أن نحافظ على استدامة الأغنية، وألا ينجرف الجيل الجديد مع الموجات يعني التحديثية والموجات الاستهلاكية التي يعني ربما تقضي على تراثه، لأن تراثه هو جزء من هويته ومن بطاقته الأنثروبولوجية. ما هي سبل الحفاظ على هذا الموروث الثقافي في نفس الوقت ضمان تجديدي لمسيرة تفكير ونمط تفكير الأجيال الحالية وميولاتها الفنية، وفي نفس الوقت يعني تطويره من أجل حمايته ربما من الاندثار وربما القرصنة من جهة أخرى؟ أعتقد أن حماية يعني الأغنية الشعبية الواحية هو رهين بأهمية الالتفات إليها، يعني حينما أقول الالتفات إليها القطاعات المسؤولة عن الثقافة يجب أن يعني تعتمد على توثيق هذه الأغاني، وتعتمد وأيضا إنشاء معاهد موسيقية يعني تعلم الجيل الجديد هذه الموسيقى، ثم أيضا القيام يعني بمجموعة من الملتقيات يعني المحلية والوطنية ويعني يعني واستحضار هذه الفرق الغنائية في مجموعة من الملتقيات الوطنية يعني من أجل المحافظة عليها، ثم أيضا نعتبر بأن الأغنية التحديث إذا ما طرأ يجب أن لا يمس جوهر هذه الأغنية، لأن الإنسان الواحي يعني أو الأغنية الواحية هي كشبه جزيرة ممتدة في محيط الخلق الفني وفي محيط التحديث، لأنها ليست معزولة ولكن تظل مشدودة إلى قاعدة هويتها وقاعدة تراثها المحلي.